جول خواكين مرفوعة رايعة خطيرة شنو جول. المهم ده في اللي فيه؟ استنى عيسى مندي يعدل النتيجة لريال بيتيس عند الدقيقة الرابعة والثلاثين من عمر المباراة، هو يسجل أول أهدافه في الدوري مع ريال بيتيس. تمريراتك دواء يا خواكيم، تمريراتك فيها الدقة وفيها الخطورة وفيها البراءة وفيها الروعة، ويأتي الجول الأول لعيسى مندي مع ريال بيتيس. كرة داخلة مقوصة بشكل رائع جدا، ومن هنالك من المكان من الجهة اليمنى من دفاع الريال خواكيم حتى فوق راس عيسى مندي الارتقاء، لم يتمكن كايلور نافاس من صد هذه الكرة لأنه حطها له بالمليمتر في وضعية لا يقدر على الخروج فيها كايلور نافاس ولا على صد هذه الراسية من عيسى مندي. هدف أول لريال بيتيس هو هدف التعديل عند الدقيقة 33 من عمر المباراة، هدف تاريخي بالنسبة لعيسى مندي، هو الأول له في الليغا وضد ريال مدريد.